ذا فول كامل ها. ست سلندر، اثنين تانكي، وفتحة شاشة، مثبت سرعة، كيف مركزي، نور زنون، كشافات حق الضباب، كشافات تحتها حق الضباب، في ليد، حلو، في ليد، في الجناح في سلة، جناح وسلة، حساسات خلفية، أمامية في حساسات؟ ما في أمامية. هذا كم سعر؟ هذا 143. هذا يعتبر فل كامل؟ هذا فل كامل. هذا فل كامل 143. اثنين تانكي أو تانكي كبير؟ تانكيين. سبير علاج. والثاني اللي أقل؟ بدون سلة. بدون سلة الثاني؟ بدون حساسات. بدون حساسات. بدون كشافات. بدون كشافات. بس هذا فرق. وكم سعر؟ 40. 140 وهذا 143. مضبوط. ألفين وستاعش ها؟ افتح لي ورا شنطة محمد. خلاص كيف بس بصور هذاك خلاص. هذا اللي قبل شوي تكلمنا عنه اللي يقول 140 يفرق الكشافات والزيك الجانبي والسلة. وش هذا فرق؟ بدون كشافات. بدون كشافات. بدون سلة فوق. بدون سلة.
وبدون زيك جانبي ها؟ وبدون حساسات من جوا نفسه ما في فرق، بس هذا فرق ها؟ داخلي ونفسه ما راح اشغله نفسه ذاك بالضبط.